بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد. أيها الأخوة الكرام، نواصل إن شاء الله تعالى ما بدأناه مما يتعلق بكتاب الصلاة في سبل السلام، وقد وصلنا إلى باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا باب في غاية الأهمية، بل إن العلماء قد ألفوا كتبا خاصة في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، منها كتاب صفة الصلاة للإمام الألباني رحمه الله تعالى من المتأخرين. والحاصل أن هذه الصفة الواردة لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم في إذا قرأها طالب العلم خرج منها بأمور مهمة. أول أمر يخرج به من صفة الصلاة، يعلم من خلاله أن الصلاة بالنسبة للمذاهب الأربعة يعني تتفق في 98% من أجزاء الصلاة، وهذا مما يدل على حفظ الله عز وجل لهذا الدين. فإن الصلاة في الأديان الأخرى تختلف حتى في المذهب الواحد ومن الشخص الواحد، بينما في هذا الدين ولله الحمد الصلاة في المذاهب كلها، المسلم الحنفي في شمال شرق آسيا يصلي صلاته مطابقة لصلاة المالكي في غرب إفريقيا مثلا تقريبا بنسبة 98%. فإذا هذا يدل على حفظ الدين بشكل عام. فإذا هذه النقطة الأولى التي سيخرج بها. النقطة الثانية التي سيخرج بها، يعلم أن مسائل الخلاف التي اختلف فيها الفقهاء قليلة، ولكن كل تلك الخلافات تقريبا أو أقول جل تلك الخلافات سببها اختلاف موارد الأدلة، فهناك أدلة مختلفة، فمن يرى منهم مثلا قراءة الفاتحة وجوبا له أدلته، ومن يرى عدم مثلا فرض قراءة الفاتحة مثل الحنفية لهم أدلتهم، ومن يرى قراءة البسملة لهم أدلتهم، ومن لا يرى قراءة البسملة في بداية الفاتحة أيضا لهم أدلتهم. فإذا يخرج من هذا أن الاختلاف القليل بين العلماء في صفة الصلاة له أسبابه الموضوعية والعلمية. المسألة الثالثة أنه سيخرج باحترام للعلماء، ويعلم أنهم إنما خالف بعضهم بعضا لاختلاف طرق الاستدلال وليس عن هوى أبدا، وهذا سيتبين إن شاء الله تعالى. أول هذه الأحاديث، حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه هو حديث المسيء صلاته. النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسيء صلاته، يعني يصليها بسرعة شديدة، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينبهه فقال له صلي فإنك لم تصل، فرجع الرجل فصلى صلاته نفس الطريقة، ثم رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم صلي فإنك لم تصل، وهكذا حتى المرة الثالثة. ففي المرة الثالثة قال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم علمني والله لا أحسن غير هذا. فشوفوا كيف الإنسان لما يعترف بجهله ويعرض نفسه على السنة النبوية فإن الله يفتح عليه. فهذا الرجل المسيء صلاته ربما اليوم يكتب في أجره صفة صلاة الناس المسلمين بعده كلهم، هو أخطأ خطأ لكن بسبب أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم لا أحسن غير علمني، فجعل الله عز وجل الصحابة يحفظون هذا الحديث ويربونه لنا فينتفع الناس به ويكتب ذلك في صحيفة أعمال هذا الصحابي رضوان الله تعالى عليه. وهذا من بركة التواضع والإقرار بالجهل، فعلينا جميعا أن نقر بجهلنا حتى نضع أنفسنا في مقام التعلم لنتعلم هذه الأحكام التي نحتاجها في صلاتنا يوميا. فالنبي صلى الله عليه وسلم بدأ يعلمه، قال له إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة. هذه شروط الصلاة التي تكلمنا عليها صلاة سابقا، أسبغ الوضوء الطهارة يعني شرط، ثم استقبل القبلة استقبال القبلة، ثم كبر يعني هذا تكبيرة الإحرام، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، انتبهوا إلى قوله ما تيسر معك من القرآن. هذا الحديث متواتر، الأحناف أخذوا به قالوا الواجب الفرض عفوا هو أن يقرأ شيء أن يقرأ المصلي شيئا من
من القرآن لا يشترط أن يكون فاتحة، لكن قراءة الفاتحة واجب ليس بفرض. أما الجمهور يقولون هذا عام وخصته الأحاديث التي تدل على طلب الفاتحة وستأتي. قال ثم اركع حتى تطمئن راكعا، يعني بعد ما قرأت اركع حتى تطمئن. لكن شوفوا لاحظوا النبي صلى الله عليه وسلم يركز على مسألة وهي قوله حتى تطمئن راكعا، حتى تطمئن ساجدا، حتى تطمئن جالسا، لأن الرجل ما كان يطمئن في صلاته، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي. العلماء قالوا الطمأنينة واجبة، كثير من العلماء قالوا هكذا، لكنهم اختلفوا في الحد الواجب منها. فبعضهم يرى أن الحد الواجب من هذا هو قول الجمهور هو ثبوت الأعضاء في محلها زمنا ما، فانتبهوا لهذه النقطة. ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى، يعني يذكر له أركان الصلاة وأمورها، ثم يقول له بعد ذلك ثم فعل ذلك في صلاتك كلها. إذن هذا حديث المسيء صلاته وصف واضح لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، والعلماء أخذوا منها حديث كثيرة جدا، وهو من الحديث المتواترة في صفة الصلاة، ومثله في حديث رفاعة بن رافع عند أحمد بن حبان حتى تطمئن قائما، ولي أحمد فأقم صلبك حتى ترجع العظام، وهذا بيان للاعتدال الذي هو أيضا يقول بعض أهل العلم بوجوبه، وللنسائي وأبي داود من حديث رفاعة بن رافع إنها لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله ثم يكبر الله تعالى ويحمده ويثني عليه. هذه الإضافة فيها يحمده ويثني عليه، وهذا دعاء للاستفتاح. وفيها فإن كان معك قرآن فاقرأ وإلا فاحمد الله وكبره وهلله. هذا هنا يدل على أن التكبير والتحميد والتهليل يقوم مقام قراءة الفاتحة. ومن هنا قال الإمام مالك رضي الله تعالى عنه إن الباقيات الصالحات تقوم مقام السجدتين في أوقات النهي، لأنها إذا قامت مقام الفاتحة التي هي ركن في الصلاة دل ذلك على إمكان أن تقوم مقام بقية الأركان، وهذا من باب القياس والاجتهاد الذي هدي إليه الإمام مالك وإن كان قد خالفه فيه غيره. ولابن حبان ثم بما شئت. حديث المسيء صلاته هذا ألفت كتب في شرحه وفي بيانه، ويعني حديث عظيم جدا في بيان يعني صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. وعن أبي حميد الساعدي رضي الله تعالى عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر جعل يديه حذو منكبيه. رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر جعل يديه حذو منكبيه، يجعل اليدين حذو المنكبين، هذا بيان لهيئة تكبيرة الإحرام. وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه، إذا ركع أيضا أمكن يديه من ركبتيه، وتكون الأصابع مفرقة، هذا أيضا بيان لهيئة اليدين عند الركوع. ثم هصر ظهره، فإذا يعني هصر رأس ظهره معناه أنه لا يجعل ظهره محدودبا هكذا، وإنما يجعله مستويا هكذا، والفقهاء يقولون بحيث لو وضع عليه طبق فيه ماء لم ينسكب. فإذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل فقار مكانه، هذا أيضا لاعتدال، فقال بعض العلماء بوجوبه. فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما. الافتراش هو أن يجعل يديه يعني ساعديه ملاصقين للأرض، فهذا يسمى الافتراش، وقد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، نهى عن افتراش كافتراش السبع. واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة، هذا أيضا من الآداب المطلوبة في الصلاة التي يغفل عنها كثير من الناس. وإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى، وإذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى ونصب رجله الأخرى وقعد على مقعدته. هذا الجزء الأخير يبين هيئة جلوس المصلي، أن المصلي إذا كان في الركعتين يعني جلوس الذي جلوس وسط في الصلاة فإنه يجلس على رجله، فإن ذلك أيسر له للقيام. أما إذا كان في الجلسة السلام فإنه يتورك، يعني يجلس ويجعل وركيه إلى الأرض مباشرة. وطبعا المذاهب تختلف في ذلك، فالجلوس عند
المالكية كله بالتورك، والجلوس عند الأحناف كله بالافتراش، والجلوس عند الشافعية على هذا الوجه الذي ورد في هذا الحديث فإنهم يقولون بالافتراش في كل محل إلا في جلسة السلام لغير المسبوق وغير المسافر وغير الساهي، فإنه إذا كان مسبوقا أو ساهيا أو مسافرا فإنه يفترش أيضا في مثل هذه الحالات في الركعة الأخيرة، لأن ذلك أيسر له للقيام إلى باقي صلاته إن كان مسبوقا، وإلى سجود السهو إن كان ساهيا، وإلى حاجته إن كان مسافرا. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قام إلى الصلاة قال: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض، إلى قوله من المسلمين: اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، إلى آخره. إذن هذا حديث علي رضي الله تعالى عنه، هذا في دعاء الاستفتاح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قام إلى الصلاة. مسألة دعاء الاستفتاح فيه خلاف بين الجمهور وبين المالكية، فإن المالكية يرون أن دعاء الاستفتاح يكون قبل الصلاة، ويستدلون بحديث علي رضي الله تعالى عنه هذا، والحديث رواه مسلم، وفيه يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الصلاة، يعني إذا قام إلى في طريقه إلى الصلاة يقول هذا الدعاء، وليس بعد التكبيرة الإحرام. هذا هو مذهب المالكية رحمهم الله تعالى، هكذا مذهبهم، ويرون أن الدعاء الاستفتاح يكون قبل تكبيرة الإحرام، أما بعد تكبيرة الإحرام فلا يكون إلا الفاتحة مباشرة، واستدلوا بحديث أنس الذي سيمر بنا أنه صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، فكانوا يبدأون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. أما الجمهور فاستدلوا بالأحاديث التي ستأتي الآن إن شاء الله تعالى. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر للصلاة سكت هنيهة. فهذا هو حديث، شوف، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر للصلاة سكت هنيهة، يعني بعد ما يكبر في الصلاة يسكت هنيهة قبل أن يقرأ، فسألته فقال: أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي. هذا حديث متفق عليه، وهو الذي استدل به الجمهور على أن دعاء الاستفتاح يكون بعد تكبيرة الإحرام قبل القراءة، والمالكية استدلوا بحديث علي رضي الله عنه الذي رواه مسلم. وعن عمر رضي الله عنه أنه كان يقول: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيره، رواه مسلم بسند منقطع. هذا الدعاء هو المعتمد عند الحنفية، وكذلك أيضا عند بعض الحنابلة، ونحو عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعا عند الخمسة، وفيه: وكان يقول بعد التكبير: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين، كان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه، ولكن بين ذلك. هذا حديث عائشة أيضا حديث مهم في صفة الصلاة، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة، وهذا ربما يدل على مذهب المالكية والأحناف الذين مذهب الجمهور الذين يقولون بالبسملة ولا يقولون بدعاء الاستفتاح، إنه قال يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين، وكان إذا ركع لم يشخص رأسه، يعني هذا صفة لبيان للهيئة التي يكون عليها رأس النبي صلى الله عليه وسلم وقت الركوع، فإن رأسه لا يكون شاخصا، يعني لا يكون مرتفعا فوق حد الظهر، وكذلك أيضا لم يصوبه، يعني لم يكون أنزل من حد الظهر، فإن الرأس ينبغي أن يكون في حدود سمت الظهر، بحيث لا يكون عاليا ولا يكون نازلا، وإنما يكون في سمت الظهر هكذا.
ولكن بين ذلك وكان إذا رفع من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما، هذا أيضا الاعتدال. وكان إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي جالسا. الجلوس بين السجدتين أيضا ركن عند كثير من العلم، وإن كانوا قد اختلفوا فيه هل هو مقصود لذاته أم مقصود للفرق بين السجدتين، ووقعوا أقوال يعني مختلفة. وكان يقول في كل ركعتين التحية، يعني في كل ركعتين يجلس ويقول يعني دعاء التشهد المعروف. وكان يفترش رجله اليسرى وينصب اليمنى، هذه صفة لجلوسه. وكان ينهى عن عقبة الشيطان. عقبة الشيطان مقصود بها الإقعاء المذموم الذي هو أن ينصب الإنسان رجليه ويضع يديه بينهما مثل جلسة الكلب أجلكم الله. فهذا النوع من الإقعاء يسمى عقبة الشيطان وهو مكروه. أما الإقعاء وهو جلوس الإنسان على عقبيه فإن ذلك سنة كما روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه. وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع، بينا ذلك قبل قليل. وكان يختم الصلاة بالتسليم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة، وإذا كبر للركوع، وإذا رفع رأسه من الركوع، متفق عليه. هذه المواضع مواضع الرفع. طبعا الأحناف رضي الله تعالى عنهم يرون الرفع عند تكبيرة الإحرام فقط، والرفع عند تكبيرة الإحرام مجمع عليه فيما أرى، لكن في باقي الصلاة فإن الأحناف والمالكية لا يرون الرفع في باقي الصلاة، والمشهور عند المالكية. ولكن الظاهر أن الأحاديث صحيحة في ذلك، والرفع في هذه المواضع الأربعة هو مذهب الحنابلة، وكذلك أيضا مذهب الشافعية، وهو الظاهر من مذهب مالك كما ذكر ذلك خليل رحمه الله تعالى في التوضيح. والأدلة على ذلك كثيرة، بل أحاديث الرفع تصل إلى 43 حديثا، منها حديث ابن عمر هذا قد أخرجه مالك في الموطأ أيضا، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة، وإذا كبر الركوع، وإذا رفع رأسه من الركوع. وفي حديث أبي حميد عند أبي داود يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه ثم يكبر، في حديث أبي حميد يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه ثم يكبر. ولمسلم عن مالك بن الحويث نحو حديث ابن عمر، لكن قال حتى يحاذي بهما فرع أذنيه. حقيقة لا فرق بين محاذاة فرع الأذنين ومحاذاة المنكب، لأنه في الغالب بينهما تقارب إلا إذا كان الإنسان طويل العنق جدا. وعن وائل بن حجر قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده اليمنى على يده اليسرى. مسألة وضع اليمين على اليسار هذا مذهب جمهور الفقهاء أنه سنة مندوب، وخالف في ذلك المالكية. فالمشهور في مذهب مالك هو السدل، وقد روى ذلك مالك عن عبد الله الكامل ابن الحسن المثنى ابن الحسن السبط رضي الله تعالى عنهم وعليهم السلام، فقد روى عنه السدل وهو المشهور في مذهب مالك رضي الله تعالى عنه. ولكن الذي تدل عليه الآثار هو القبض، والحادث فيه كثيرة حتى وصلت لحد التواتر، يقال إنها 13 حديثا. وعن عبادة بن الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن، متفق عليه. هذا الحديث يستدل به الجمهور على وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة خلافا لما يراه الحنفية، وهو حديث آحاد. فالحنفية يقولون هذا حديث آحاد يثبت به الوجوب ولا يثبت به الفرض. وفي رواية لابن حبان والدارقطني لا تجزئ صلاة لا يقرأ بها بفاتحة الكتاب، كذلك أيضا لا تفعل إلا بفاتحة الكتاب بالنسبة للقراءة خلف الإمام. فعلى كل هذه الأحاديث تشهد للجمهور الموجبين للفاتحة، والأحناف يقولون هذه أحاديث آحاد يثبت بها الوجوب، وهم يقولون بوجوب الفاتحة ولكنها لا يثبت بها الفرض، وبالتالي هم عندهم فرق بين الفرض والواجب، فالفرض ما كان دليله قطعي والواجب ما كان دليله ظني. طبعا هذا بيناه في درس أصول الفقه، وطبعا سنبدأ في درس الأصول بعد قليل إن شاء الله. وعن أنس رضي الله تعالى عنه دقيقة وعن أنس رضي الله عنه
أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. هذا الحديث متفق عليه، وهو دليل الجمهور خلافا للشافعية في أن البسملة لا تطلب في الفاتحة. زاد مسلم: لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها. وفي رواية لأحمد والنسائي وابن خزيمة: لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم. وفي أخرى لابن خزيمة: لا كانوا يسرون. وعلى هذا يحمل النفي. فالشافعية قالوا الأحاديث السابقة محمولة على أنهم ما كانوا يجهرون بالبسملة، ويدلها لذلك رواية ابن خزيمة كانوا يسرون بها، يعني أنهم يبسملون سرا. وفي مذهب أحمد ومذهب مالك قول بالبسملة سرا، خصوصا عند الإمام المازري رحمه الله تعالى، فإنه كان يبسمل سرا، وكان أقرانه من علماء المالكية يعيبون عليه ذلك. فقال مذهب الشافعي على قول واحد: من لم يبسمل فصلاته باطلة. ومذهب مالك على قول واحد: من بسمل فصلاته صحيحة مع الكراهة. فمذهب يعني فصلاة يتفقان على صحتها خير من صلاة يقول أحدهما ببطلانها. وهذا مسلك جميل في الجمع بين المذاهب والاطلاع على آرائها ومراعاة الخلاف، وهو أصل من أصول مذهب مالك رضي الله تعالى عنه. طبعا ذكر أحاديث تندرج في مثل هذا. مسألة التأمين: وعنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من قراءة أم القرآن رفع صوته بالتأمين يقول آمين، يعني وهكذا. يعني هذا أيضا مالكية يخالفون فيه الأحاديث الواضحة البينة، ولذلك يقول متأخرون من المالكية بخلاف قول المذهب بكراءة الجهر بآمين. وعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني لا أستطيع أن أخذ من القرآن شيئا فعلمني ما يجزئني منه. فقال: قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. هذه الباقيات الصالحات جعلها مكان الفاتحة ومكان قراءة القرآن. سنتوقف هنا عند حديث أبي قتادة رضي الله تعالى عنه في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. سنتوقف عنده إن شاء الله على أن نبدأ الدرس المقبل إن شاء الله تعالى من هنا، من حديث أبي قتادة في وصف يعني إطالة النبي صلى الله عليه وسلم وتقصيره لبعض الأركان في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيكم، حياكم الله.